لا يا تصريحات وزير الدفاع الإيراني، يا تصريحات أحادية الجانب، لأن سبق وأن صرحت بعض الدول الأوروبية في شهر 6 أن الدول الأوروبية ستبقي على العقوبات. وأعتقد أن تصريح وزير الدفاع الإيراني وتصريح استباقي في محاولة لخرق واقع، أعتقد أنه غير موجود في ضمن صراع يدور الآن ما بين الصين وروسيا وأمريكا بعد الاتفاق الإيراني السعودي. أعتقد أن هناك محاولات لاستقطاب الأطراف من قبل الإيرانيين في محاولة منهم لإعادة أو إحياء المفاوضات النووية مرة أخرى، لكن يعني في الوقت الذي يعلن فيه وزير الدفاع الإيراني أن العقوبات ستنتهي في أكتوبر، هناك عقوبات فرضت الشهر الماضي من قبل الإدارة الأمريكية على كيانات إيرانية بسبب الطيارات المسيرة التي تصدر إلى روسيا وبسبب الأسلحة الباليستية. ورغم العقوبات وفرض الحظر على الدولة تسليح الدولة الإيرانية، إلا أنه منذ المفاوضات النووية في فيينا باشرت الإدارة الإيرانية تطوير الأسلحة، وباشرت تصديرها إلى روسيا، باشرت تصديرها إلى الحوثيين في اليمن. أعتقد أن المفاوضات حتى أيام ما كانت جارية لم تمنع نعم، الدولة الإيرانية عن تطوير الأسلحة أو لكن تصديرها أستاذ إلى السيد، أعوانها اتفاق، وحلفائها في المنطقة. نعم، اتفاق السجناء الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، هل يحدث الانفراجة المأمولة في المشهد؟ يعني دعني أؤكد لك أن سواء اتفاق السجناء أو الإفراج عن أموال في أمريكا اللاتينية أو الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة في العراق يصب في إطار المناكفة السياسية بعد يعني التوصل إلى اتفاق ما بين السعودية وإيران. نعم، أمريكا تحاول أن تبقي الباب مفتوحا بعض الشيء في محاولة منها لاستقطاب السعودية لإجراء تطبيع مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تحاول فيه أيضا يعني استقطاب إيران إلى محور، يعني في محاولة لإحداث موازنة أو نكاية في الدولة السعودية لخلق حالة من التوازن بعد يعني تعاظم معسكر الشرق الذي ضم مجموعة نعم، من الدول العربية لمجموعة البريكس. كل هذه الملفات أو تعقيدات الملف على الصعيد الإقليمي تتسبب في يعني اتخاذ قرار بعينه أو التوقف عن اتخاذ قرار معين بشأن التسليح أو بشأن العقوبات المفروضة على إيران في محاولة لخلخلة الأوضاع، استقطاب طرف مقابل طرف آخر أو نكاية في طرف آخر. إلى أن يعني أعتقد أو أؤكد نعم، لك أن الدولة الإيرانية لن تأبه بالعقوبات الاقتصادية حتى وإن كانت مؤثرة على الاقتصاد الإيراني، لأنها تتبع نهجا آخر فيما يخص التهرب من تلك العقوبات عن طريق الاستعانة بالحلفاء سواء في نعم أستاذ العراق أو سيد، في روسيا أو في غيرها من الدول. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي والمختص في الشأن الإيراني سيد حسين على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة.